أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول هل يجوز فتح محل ويعطى العامل قاصدا محددا معرفة من الربح مثل الخمس مثلا، لأن غالب العمال لا يجتهد في العمل إلا إذا خصص له نسبة معينة، أو أنه يستقل في هذا المحل ويعطي كفيله ربحا معينا شهريا. والنوع الثاني سمعنا منكم حرمته، أفيدونا جزاكم الله خيرا. العمال مستخدمون للأجرة، لهم عواتبهم، ونظام الدولة يمنع أنهم يكلمون المحلات لهم ويعطون صاحب المحل نسبة معينة، ويكون البيع والشراء لهم والاتجار لهم، هذا ممنوع نظام الدولة، لا يجوز هذا. أنت يعيبهم عمال بالأجرة، شغلهم وتعطيهم راتبهم، ولا تغير هذا المنهج وهذا النظام الذي حددته الدولة. شغلوا عمل تجارة وغيرها وأعطهم الرواتب التي اتفق أنت وإياهم عليها، وإذا أردتم تزودهم تشجيعا لهم تزودهم على رواتبهم هذا شيء طيب، أما أنك تقول لهم اشتغلوا واللي حصيلة لكم وتدفعون لي كذا وكذا شهريا هذا لا يجوز، هذا لا يجوز أبدا.